لان واحد ايه فاتح محل ايه بتاع بلح وقدامه راجل بتاع ايه سمك. السمك عليه طوابير وهو ما عندوش ولا زبون، متضايق قوي. راح للشيخ بتاع الجامع قال له انا ما بيجيليش زباين خالص، الراجل بتاع السمك طول النهار طوابير عنده وانا قاعد كده وقت اتفرج ما عنديش ولا زبون. قال له انا هكتب لك لوحه ويافطه ايه تعلقها اذا اسمكتم فابلحوا، رواه مسلم. هو قال لي بعده قال وانا مسلم. هو قال لي بعده قال يعني قال له انا هو قال لي ما قالوش قال رسول الله، خد بالك ده شيخ مش اي كلام. بعده قال هو ما قالش قال، ما بيكذبش على النبي، هو بيقول كلمة كده يا حبيبي عد لي تاني إذا أسمكتم يعني كلتوا سمك يا حبيبي عد لي تاني فأبلحوا يعني إيه اشتروا بلح ردي قلبي قلب حي. واخد بالك ده من باب النحت يعني يلا هيما. واخد بالك إذا أسمكتم فأبلحوا رواه. ولا يسعنا إلا أن نشكر الطالب أبا أحمد خدني الكوافير علي حسن سلوكة على حسن سلوكه. أبا أحمد عيني شوفير على حسن سلوكه. أبا أحمد شقته عني أبا جاء شو دعا أبا أحمد أبا أحمد أبا أحمد على الحلال لا اصبرت.